تجربة إنه كان جوزي يعني جريح قدامي وما قدرت أسعفه أو أنقذه. أنا طبعاً انضميت للإسعاف، قطعنا لدورات طبية إسعافية، تعلمنا طريقة إسعاف الجرحى، طريقة كيف نتعامل مع المصابين، كيف نتعامل مع الجرحى. هالشيء هو اللي شجعني وخلاني يعني إنه في شخص قدامي كان جريح وما قدرت أسعفه. شجعني الوالد طبعا يخليني اياه، وهو اللي يعني حفزني وخلاه يعني انه كان عارف قصتي، هو اللي شجعني انه انضم للفاعله.